اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوك ديال اليوم الاخوان بتاريخ ماي 2023. صراحة الاخوان يعني في المنطقة عندنا احنا هنايا اول عام غادي نطيحوا الفراج في هذا الوقت هذه، والحمد لله عليها اللي جات من عند الله. مرحبا، الحمد لله والشكر لله. الاخوان يعني غير بغينا نطيحوا شوية السبولات هادو، ما كاين ما يتجمع. نتمنى من الله التيسير، الله يدير الخير. ما كما تشوفوا معنا راه حبه بعيده على حبه، والله يرحمنا. نتمنى من الله التيسير. المهم الاخوان، فلوك ديال اليوم نتمنى يعجبكم. تحياتي للجميع. يعني الناس تيسولوا على الفلاحه في المنطقه. الفلاحه حنا الاخوان عندنا في المنطقه يعني ضعيفه جدا. نتمنى من الله التيسير، نتمنى من الله. الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. بالنسبه للجبال فوق مازال الى جاب الله الشتاء مازال غادي تزيد زين شويه القضيه، وزرع المازوزي حتى هو راه مازال شاد شويه. يعني الى جاب الله الشتي وراه مازال تبارك الله غادي يزيد يجبد، والله يدير الخير. خليكم الاخوان مع تتمه الفيديو. تحياتي لكم من ازرو بتاريخ 7 ماي 2023. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. Thank you.